الأسبوع الماضي تمت إقامة مباراة ودية ما بين لاعبي القطاع أو فريق شباب النادي الأهلي والفريق الأول. الهدف منها أهداف كتيرة. الهدف الأول طبعا يعني أنت بتجهز لعيبة مصابة عندك مهمة في الفريق الأول، خلال الفترة دي أنت بتقدرش تعمل مباريات ودية كتير عشان فيروس كورونا بيبقى فيها صعوبة. فمنها أنت النهاردة بتجهز اللعيبة المصابة، اللعيبة اللي كانت بعيدة عن المشاركة. والهدف الثاني المهم جدا بالنسبة لمستر موسيماني اللي هو أصر عليه، عايز يبدأ يشوف لعيبة الشباب قدام عينه في الملعب. علشان كده احنا شفنا الأسبوع اللي فات 12 أو 13 لعيب كانوا موجودين في تدريبات الفريق الأول، وهو أصر أن معظم لعيبي القطاع يطلعوا ويشاركوا في هذه المباراة المهمة جدا علشان مستر موسيماني يقدر يقف على مستوى اللاعبين قدامه في الملعب. نروح نشوف أهداف هذا اللقاء وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيوف النهاردة أحمد أشرف وأحمد طارق سليمان.